السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هو حلقة ثانية من حبيبنا خليل الله إبراهيم عليه السلام. فبعد أن حرقوه وبعد أيام قال نمرود لعرشه أن يأتي بإبراهيم، فدخل إبراهيم في قصر نمرود وسأله نمرود: أنا ربك، من ربك أنت يا إبراهيم؟ قال له إبراهيم: ربي هو من يحيي الموتى. وقال: أنا يمكنني أن أحيي الموتى ويمكنني أن آتي برجل أقتله فأتيت الموتى، ثم آتي برجل فلن أقتله فحييته من الموت. ثم رد عليه إبراهيم: إن ربي يرفع الشمس من المشرق فأنت ارفعه من المغرب. ثم سكت نمرود وقال له: اذهب اذهب يا فتى. ثم ذهب إبراهيم. وقرر إبراهيم أن يهاجر إلى بلاد بعيد لكي ينشر دعوته، فإنه كان ذلك القوم من الظالمين. وكان في نفس الوقت الذي يهاجر كان آخر لفظات نمرود حين أتى بآخر جنود من ربي أن أتى له ملائكة بشكل الإنسان وقال له: ألديك التوحيد؟ فأمن بالله. قال له نمرود: لا لا، اذهب. ثم قال له مرة أخرى آخر تحذير، لكن رد عليه نمرود: اذهب. ثم قال الملائكة قائلا: أتي إلى آخر القرية وسأحارب معك. ثم تكبر نمرود وقال: سنأتي. فجمع عرش كله وذهبوا إلى السهول، فوجدوا أن كان هناك الكثير من البعوض والذباب في الأعلى، وخرج الذباب من السماء وسقطوا. ثم ذهبوا إلى الناس وأكلوهم وشربوا كل دماءهم، لكن نمرود فدخل الذبابة والبعوض داخل أنفه، وحين دخل داخل أنفه فمشي الداخل دماغه. ثم قال الله مثلا أن ذلك النمرود الذي قال بنفسه أنا ربكم قتله البعوض الصغير. وصار النمرود يضرب رأسه بمطرقة حديدية 400 سنة. والآن لنذهب إلى قصة إبراهيم. فحين كان إبراهيم يهاجر إلى بلاد بعيد وكان معه أبوه ونوح وسارة واللوط والمؤمنين، وحينما كانوا يهاجرون من أيام وأيام وأيام، وكانوا يهاجرون مع أصحابهم وكانوا عطشانين وجوعانين، في الآخر وصلوا إلى أرض الشام. وفي ذلك الأرض الشام البعيد ذهبوا لكي يدوروا على الملك لكي ينتشروا الدعوة إلى ذلك الملك. وكان الملك ذلك الوقت في الشام ظالما ولا يؤمن بالله وملائكته ورسوله، وهكذا قال له الله. لكن تفرق لوط وقال له: اذهب إلى قوم سدوم. والآن نبدأ ماذا فعل لوط. فكان لوط ابن عم إبراهيم في قوم سدوم الظالم. كانوا في قوم سدوم يحبون القتل والظلم. وفي يوم من الأيام أرسل الله إلى قوم سدوم الملائكة يقولون لهم، وقال لإبراهيم: أتا تعلم من في قوم سدوم؟ قال: من؟ قال: ليس أربعة
تبيع وليس 100 وليس 40 وليس 14 مؤمنة، فمؤمن واحدا لوط، وكان يدعو قومه ليلا ونهارا فلم يؤمن لهم أحد. وكان زوجة لوط من أكبر الذي أشرك في ذلك السنة، فقال في سورة الطلاق: امرأة لوط وامرأة نوح. وحتى أن الملك كان يظلم إلى شعبه. وفي يوم إلى الأيام حين أتى ضيف قال: يا لوط، إذا ضيفت من قوم سدوم سنؤمن بك. وفكروا أن من المستحيل أن يفعل، فأتى إليه بأربعة ضيوف، وكان أربعة ضيوف في الحقيقة ملائكة أرسله الله. فذهبوا إلى بيته، وعندما ذهبوا إلى بيت لوط فأخبر كل أزواجه وأبنائه أن يحجبوا. ثم أتى له الناس وقالوا: أننا نريد أن نسلم بلوط، هل أنتم مجانين لنقتل ضيوفه؟ فذهبوا لكي يقتلوا، لكن ثم تحول وقال ضيفهم: نحن من الملائكة. فأخرجوا جناحهم وضربه جناحه إلى وجه لوجه إلى كل قوم سدوم، ثم أصبحوا أن لا يروا وأصبحوا كاهدين. ثم حين كانوا هكذا إن الله شقق الأرض وجعل هناك زلزال، ورفعت الأرض إلى السماء وماتوا هناك لا نعلم كيف. والآن لنتكلم عن ماذا حدث مع إبراهيم. فإن إبراهيم كان يريد أن يذهب إلى سوريا، وكان في سوريا ملك ظالم، ولكنه كان عادلا مع ناسه، فخيموا إلى هناك وصاروا ينتشرون الدعوة. وحين نشروا قال الناس في القرية وقال الملكهم: اخرجوا، فلم يخرجوا. وقال لهم لآخر مرة: اخرجوا، فلم يخرجوا إلا إذا دعوت، وكانوا مسلمين. فقال ملكهم: لنحارب، من الذي يفوز يقرر. فحاربوا بجيشهم وفاز إبراهيم. وحين كان يفوز إبراهيم قال له هذاك الملك: خلاص يا إبراهيم، إذا كنت تريد أن تهديني فأنا صرت من المؤمنين. ومن ذلك الزمان زادت العدد المسلمين، وقرروا أن يهاجروا، وهاجروا إلى مصر. مصر بعيد تقع في صحراء. وعندما هاجروا إلى مصر كسروا كل الأصنام، وحين كسروا الأصنام في نفس الوقت كان أبو إبراهيم آزر الذي قال أنني آمنت كفر، ونوح أخوه أيضا، فذهبوا وعبدوا الأصنام وانتشرت الشرك مرة ثانية. وقال إبراهيم: يا أبتي، لماذا تعبد شيئا لا يبصر أو يسمع؟ إنه ليس حي أصلا، وإنه لا يضر ولا ينفع. لكن لم يسمع أبوه. ثم حين كان في أبوه في سكرات الموت وكان يتكلم آخر أشيائه قال: أنني لا أؤمن بإبراهيم أبدا. وهذا هو أيضا من الشرك. وقال جبريل إلى إبراهيم: لم تهدي من أحب. وصار الناس يموتون بسرعة بعد آزر. فأخذ الملك يعلم أن هناك ناس في بلده أن ينشرون دعوة، فقال ملك فرعون إلى أن يذهبوا ويأخذوا سارة،
وسارة كان من المؤمنين، وكان زوجة إبراهيم، وكان سارة في ذاك الزمن أخذه وسرقه وقال يا الملك سأزوجك أنت. ثم دعا سارة قال لا أريد أن أزوج به يا ربي، يا الله اجعل له عذاب. ثم مرض فرعون وقال يا سارة اجعلني واشفيني. ثم دعا سارة ثم شفى فرعون، ثم دعا سارة ثم مرض، ثم دعا سارة ثم شفى مرة أخرى، وقال ذاك الملك يا سارة إني بريء منك، فسأتيك بهدية فمن حيائك ومن أدبك. فأتى بخادم وهو الأميرة، وكان أميرة هو أم إسماعيل. وحين خرجوا وصاروا مع المؤمنين، وكان سارة لا يولد ابنا أم بنت، فكان عجوزا جدا. ثم قرر سارة أن يخبر إبراهيم أن ماذا أن يزوج بخادمه، وصار أم إسماعيل، وولد إسماعيل في ذلك الزمان، وكان يفرح إبراهيم كثيرا. فبعد أيام وأيام قرروا أن يهاجروا من مصر كلها، وكان معهم قليل من الناس فقط. فهاجروا وظل سارة، وكان يشعر بالحزن أن إبراهيم لم يعد إليه. وقال إبراهيم لأم إسماعيل تقع هنا وكوني مع إسماعيل وسأرجع. ثم لم يرد إليه إبراهيم وقال له يا نبي الله لم يرد. قال يا نبي الله لم يرد. قال هذا أمر من ربي. فذهب إبراهيم، وكان إسماعيل وأمه جائعين، فلم يعد هناك طعاما أم شراب، وكان الخيمة مصنوعة من الخشب وكان صغيرا. فحاول أم إسماعيل أن يذهب بجبلين، وكان يذهب إلى الجبل الأولى وهو الصفا يسير الناس، ثم يذهب إلى الجبل الثاني ويرى الناس لم يكونوا هناك، فذهبوا إلى جبل الثالث ولم يكن هناك، وكرر من جبل الصفا والمرة 7 مرات. ثم سمع إسماعيل يبكي، ثم ذهب إليه ورأى جبريل يضرب جناحه إلى رجل إسماعيل وهو يبكي. ثم خرج الماء زمزم وسماناها زمزم بسبب أن كان إسماعيل يقول زمزم زمزم. وقال إبراهيم عندما ماذا كان يفعل إبراهيم، فرجع إلى مصر وكان مع سارة لكي لا يحزن. ثم قال لقد قال لي ربي أن أراويكم كيف يحيي الموتى. فقال له ربه أن يقتل 4 طيور، وبعد قتل وضعهما فوق كل طرف من الجبل. ثم تباعد إبراهيم ووجد أن اللحوم كله المختلطة، ذهب إلى الأعلى ثم جمع عظامها وجمع كل أفئدتهما، ثم صاروا يمشين وهم حيا. وهذه كان من حلقة اليوم، لا تنسوا أن تروا حلقة الثالثة، والسلام عليكم.